وسعت دائرة فشملت دول جميع الدول منها البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، كذلك الأرجنتين، تشيلي، بالإضافة إلى الشعراء العرب اليوم من فلسطين والأردن وسوريا والعراق ومصر، بالإضافة إلى شعراء محليين بالنسبة منتمون إلى المغرب. وليتي ميزات الدورة واحد اخترنا لها اسم ملكة العاصمة. عاصمي إحساسي ك يعني أحس أن لدي أحباب وأصدقاء. ليلاني، وأنا شاعر من أصل فلسطيني ومقيم في الولايات المتحدة، ولكن عندي حب خاص للمغرب ومن عام 1980 وأنا أعرف عن المغرب، وعملت 24 ندوة شعر في المغرب، وأنا رجل أعمال أيضا بعمل في التنمية، وحضرت المغرب في مشاريع قديمة مع الصندوق العربي للتنمية. والرموش التي تستحق محفلا من هذا الحجم يجمع بين شعراء من دول مختلفة، وإن اختلف اللسان فإن الصفاء يوحدهم على المدى. بين جمعية مراكش الدولي للشعر سعت وتسعى حالا واستقبالا إلى ترسيخ هذا التقليد سنويا، متحدية كل الحواجز والعوائق، آملة أن تحقق هذا المكسب لمدينة تستحق كل الإبداع. إن النجاح صعب، لا بد له من تضحية وصبر وتأني. إن جمعية مهرجان مراكش الدولي للشعر خرقت جدران الصمت ولهي الأشياء، وتغلبني فاكهتي وتمري، تغلبني أعنابي وكروبي، تتودد لي حالات السلب وحالات الإيجاب، تتملكني حالات الخصب وحالات الإنجاب، سريعا أسقط في وهج الأشياء الذين يطاوعون الكلمة وتطيعه. ومن الصعب جدا أن أتركم كلمة أمام شاعرة مقتدرة سياسية مراكشية سيرها وصل إلى أقصى بلدان المغرب العربي والمغرب والعالم العربي أجمع. فشرف لي كرئيس جهة كفوتين ساكنة هذه كبيرة جدا أن أحضر إلى هذا الحفل البهيج الذي جمع ما لم يجتمع من شعراء من العالم العربي وربع من أمريكا اللاتينية. شرف لي أن أحضر هذا التكريم لمرأة مناضلة سياسية لعبت أدوارا كبيرة جدا، فتحت آمالا كبيرة جدا للمرأة المغربية كمناضلة على مستوى البرلمان وكممارسة للشأن المحلي على مستوى مدينة مراكش، وكثيرات وكثيرون هم الذين أخذوا سيرتها وعملها كنبراس يقوده إلى الأمام. هنيئا لنا جميعا بشعرائها وبأساتذتنا، ولا كلمة لأنني من رئيس غرفة الصناعة التقليدية والنائب الأول لرئيس الجهة.
فاكتفي بكلمه رئيس الجهه. فهنيئا لنا بالاستاذه المقتدره، وهنيئا لنا جميعا، وشكرا.